شاركت منظمة الأوفيت في المنتدى العالمي الخامس لاندماج الحضارات بدعم للمنظمات الثقافية والمشاريع التنموية. سليمان الجافر مدير عام المنظمة أحد ضيوف المنتدى الذي قال: نحن لدينا أربع أدوات للعمل: القروض الميسرة للقطاع العام، والقروض الميسرة للقطاع الخاص، وتمويل التجارة والمنح. ما يفعله أفيد نحو دعم الحضارات ونحو دعم النشاط الثقافي بشكل عام، ولكن نشاطنا الأساسي هو في الحقيقة النشاط الاقتصادي لدعم البنية التحتية للدول الفقيرة. الدول الفقيرة تحتاج مدارس، وتحتاج إلى طرق، وتحتاج إلى سدود، وتحتاج إلى مستشفيات. هذه تأتي في المقدمة، تأتي في سلم أولويات أي دولة نامية، ولا غرابة في ذلك. يعني لا مؤاخذة، الإنسان يريد مستشفى أو مدرسة قبل أن يريد مركز ثقافي. في الدول العربية، الدول العربية تأخذ 20% من نشاطنا، ولكننا نعاملها كجزء من الدول النامية، ونحن المنظمة الوحيدة التي لا نطلب تمويل من الدول الأخرى. أغلب المنظمات التنموية تساهم فيها الدول وتستفيد من خدماتها، نحن تستفيد من خدماتنا، وهم لا يضعون مليمًا واحدا. كانت ياسمين عبد المجيد سودانية مصرية حاضرة وتحدثت عن دعم دول البترول للدول النامية والفقيرة قائلة: I think the question of how oil can help development and civilization is a really important one, because as we know, oil and natural resources are a big part of where companies get a lot of funds from. And as someone who works in the industry, you do see a lot of money come in. However, it's the responsibility of the companies not to just focus on the profits, which a lot of them do, but it's their responsibility to focus also on the development opportunities, particularly as a lot of these countries have the requirement for development. Whether OFIC can be the bridge will be up to them, because they'll have to be really innovative in the way they approach it, and they'll have to make sure that they bring the people along with them. Because if you go in as an international NGO and sort of say, this is what we're going to impose on you, or this is the way we think that you should do things, it'll never end up working out. It's neo-colonialism. But if OFID decides to really work with the people that are on the ground, and if OFID decides to work with youth and من أفكارهم وأفكار الشباب لحظتها سيكون جسر للتواصل، وأنا متحمسة لمعرفة مساحتك. Perhaps they're just one part of that puzzle. I'm not sure, but I am excited to see what will happen. رغم ذلك يبقى الجدل حول مدى تدخل الدول البترولية في سياسات الدول الفقيرة مقابل ما تقدمه لها من دعم.